الحقيقه موضوع كده النهارده مجلس الوزراء تناوله هو مساله الدليفري من الصيدليه، وده بيحصل عاده يعني من غير رشده الطبيب، او حتى لو بنشتري من الصيدليه نفسها، ما فيش حد فينا جنبه صيدليه في المنطقه او في البيت هيساله يعني فين الرشده. عامه بيحصل تواصل بينهم وبيبعتوا له الأدوية على البيت. الدليفري طبعا دي خدمة مهمة، علشان في ناس كتير يعني سيبك من إن إحنا تعودنا على خدمة الدليفري، وده بيكون أنجز لنا في الوقت، وممكن كمان بنحتاجها في أوقات بالليل مثلا ما نقدرش ننزل الصيدلية أو غيره. كبار السن ده بالنسبة لها مهم جدا. فالقضية مش بس مسألة إن الخدمة دي يتم تقنينها علشان موضوع الروشتات، لازم نفهم إيه اللي بيحصل في القصة في مسألة صرف الأدوية. لكن أعتقد إن الموضوع له علاقة بالمضادات الحيوية اللي بتتسحب من غير روشتات، وده بيعمل أزمة في أدوية كتير. يعني حتى أدوية البرد، أنا شخصيا امبارح أو أول امبارح بكلم صيدلية بسأل على كذا نوع لأدوية البرد، الأدوية مش موجودة، لأنه الناس بتاخد أدوية من دماغها ويمكن حتى ما تبقاش محتاجاه، ممكن ده يكون بس في الصيدليه اللي جنبي، لكن لو دورت اكتر ممكن الاقي. لكن بيحصل انه الناس بتبتدي يبقى عندها شعور انه نخزن ادويه، نطلب ادويه، كل ده عشان احنا بناخد الادويه من غير ما يبقى في رقيب على ده، رغم ان احنا في اي دوله بره علشان تصرف مضاد حيوي ده موضوع. يعني ممكن تروح المستشفى علشان تاخد المضاد الحيوي، مفيش حاجه اسمها انك تاخده كده وتمشي من غير اي وصفه للطبيب يعني. فخلينا نتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده بالتفصيل، ايه هي ضوابط القصه دي وايه اللي هيحصل معانا. على التليفون دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، فهمنا ايه حكايه موضوع الادويه والدليفري وايه اللي هيحصل من تغيير في المساله دي. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. اولا الدليفري هو منظومه مستحدثه بالوضع يعني الاجتماعي، وبقى اصبح من جزء من الثقافه المجتمعيه الدليفري لسهوله الاداء وسرعه الاداء وتوفير للوقت من الانتقالات وكده. وبالتالي الدليفري يعني كنظام عام موجود، يمكن موجود في مصر وبدا يزيد نظام الدليفري. اللي هو الجديد ان قطاع الدواء دخل في الصيدليات في نظام الدليفري، وبادئ بالصيدليات العاديه اللي هي المرخصه من هيئه الدواء بنظام الدليفري وكده. احنا الاساس في امريكا وفي اوروبا صرف الادويه برشتات طبعا، الا بعض الادويه التي في حكم اللي هي ادويه اللي بتبقى على الشلف على الرف ممكن كده ياخدوها عادي اوفر ذا كاونتر. الحاجات دي بيتم وصفات الصيدلي بيطلعها دون الحاجه الى وصفه طبيه. وقانون الصيدله عند قانون مزاوله المهنه في الصيدله 127 بينص على كده. هنا في مصر ما زلنا المريض بياخد دواء بانه يروح للصيدلي يقول انا عايز الدواء الفلاني، فالصيدلي يديهوله من على الرف بناء على طلب المريض. الحاجه الثانيه هو انه قصه ان انا النهارده استخدام الانتي بايوتكس، هو في اساءه لاستخدام الانتي بايوتكس في مصر، يمكن في الريد زون او في المنطقه الحمراء لل WHO، من ناحيه انها ما زال في اساءة استخدام للانتي بايوتكس فيها، ان هو بيطلع بدون وصفه طبيه وبيتكتب للناس والناس بتخش تاخده دون الحاجه ليه، ولكن الناس بتستخدمه، وبالتالي بيؤدي الى نوع من انواع المناعه للميكروبات ضد المضادات الحيويه، وده يمثل مشكله كبيره. طب دكتور علي عشان نفهم، يعني القرار ده معمول عشان موضوع مكافحه مساله المقاومه اللي بتعملها المضادات الحيويه علشان الناس بتاخدها عمال على بطال محتاجاها ومش محتاجاها، ولا القرار ده معمول ليه؟ ده جزء ان هو موضوع تقنين استخدام المضادات الحيويه الجزء الثاني والمهم ان في عندك جزئين من الدليفري. في دليفري اللي هو خاص ب الصيدليات المرخصه من هيئه الدواء ومراقبه من هيئه الدواء. انا النهارده كاني مريض رايح للصيدليه بقول له انا عايز دواء ضغط فلاني، او ان انا في البيت بقول له عايز نفس الدواء الضغط الفلاني، لو ان الدواء ده غير معلوم المصدر او مغشوش او كده في اي مشكله فيه بقدر ارجع على المكان، لانه مكان واضح ومرخص وصريح مفيش فيه مشكله. ولكن مشكله موضوع الابلكيشنز والفيسبوك، الناس بتروح تشتري ادويه
عن طريق الابلكيشن والفيسبوك، ودي بتعد في حكم مجهوله المصدر، مش معروف جايه منين. طب ما هو الحل هنا يا دكتور تدابير للاختيار مين الحاجات اللي بتنزل على الابلكيشنز دي. ما هي الابلكيشنز دي معظمها مرخص، فلازم يكون الصيدليات اللي موجوده على الابلكيشن ده مرخص ليها العمل اصلا. اما صفحات الفيسبوك فهنا الدور توعوي انه ما نشتريش ادويه من خلال هذه الصفحات، ويتم تباعا اغلاقها. ده كلام مظبوط. يبقى اذا صفحات الفيسبوك من خلال التوعيه الاعلاميه، لانه هيئه الدواء ومباحث الانترنت وزاره الداخليه بيشتغلوا وبيكافحوا وبيشوفوا في صفحات كتيره بينزلوا وبيقفلوها وكده. خلاص. في نفس الوقت بالنسبه للابلكيشنز، هو المفروض يبقى في اي ابلكيشن في نظام تداول لدواء لابد من منعه لسبب رئيسي، لانه مش معروف الدواء ده جاي من انهي حته، ولو جينا حصل اي مشكله ما اقدرش ارجع على مكان معين واضح. انما في الصيدليات مش عارفه يا دكتور حضرتك بتتكلم على اي ابلكيشن، لكن في ابلكيشنز صيدليات اللي موجوده عليه صيدليات واضحه ومعروفه، وبنشتري من خلال خدمه التوصيل دي زي ما احنا بنشتري من السوبر ماركت. ففين المشكله هنا؟ لا بص حضرتك، بالنسبه للصيدليات المرخصه يعني انا بشتري ابقى عارف ان ده مكان ابلكيشن لصيدليه مرخصه من هيئه الدواء. عظيم. يبقى اتاكد انا بشتري منين. لانه حضرتك لو انه في دواء مغشوش وحضرتك سامع عن الادويه المغشوشه، ارجع انا للمكان ده ارجع عليه ازاي؟ لازم ارجع لمكان مرخص يكون، اروح لجهه مسؤوله عنه اقول له انا خدت الدواء من الحته الفرنيه وراجعه. انما لو وصلت النقطه دي يا دكتور. تمام. طيب ايه كمان يعني ازاي هيتم اصلا تطبيق ده؟ يعني هل هيتمنع الدليفري ولا الموضوع هيبقى بروشته؟ وهو الموضوع اصلا في اي مرحله؟ هل احنا لسه بنتحدث عنه في مرحلة تنفيذية لاحقة؟ ايه اللي هيحصل؟ والله حضرتك انا رؤيتي للموضوع انه هو موضوع مقترح بيدرس، لانه حضرتك الدليفري في بالنسبة للصيدلات بقى شيء اساسي، وحضرتك اثرت نقطة مهمة جدا. بالليل بيبقى في حالات طارئة، اعتدنا على كده طبعا يا دكتور. طبعا. الحاجة الثانية كبار السن، ودي طبعا مهمة. خلاص بتبقى حضرتك محتاجه انه حد يجيب لها لحد عندها الدواء. خلاص. وبالتالي الدليفري هنا له دوره وله توقيتاته. وقت الزحمه الصيدليه بعيده عليا، فهو هيوفر لي وقت ان يجي لي. ففي حاجات كتيره لا الدليفري اساسي فيها. يعني احنا طالما المكان مرخص وانا بوصل بدل ما البيشن يجي لي انا اروح له، الا اذا كان هناك اتجاه للدولة ان هي تستخدم روشتة في وصف الأدوية، فهنا هيبقى ليها شكل تاني او بعد تاني في الاستخدام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.